أي نعم. فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، ما معنى الذل في قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله؟ نعم. أن هذا ذل ذل عرش الله كما جاء في الأحاديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكون مأجورين؟ هذا يحتمل أن يكون ظل العرش كما جاء في رواية، ولكنها لم تثبت إلى ذلك الحد. ويحتمل في ظله يعني الظل الذي يخلقه الله عز وجل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وذلك أنه في ذلك اليوم وفي ذلك الميدان ليس فيه ظل، لا أشجار ولا أبنية ولا غير ذلك. الأرض يظهر الله تعالى قاعا صفصفا، ما فيه إلا ظل يظلك الله به، فإما أن يكون ظل العرش وإما أن يكون ظل الأعمال، كما في الحديث: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. نعم.